قراءات الإنجيل النهاردة يلاقي إنه الإنجيل كان من ها الإصحاح الكام من إنجيل إيه؟ ها متى 13 الأسبوع ده، لوقا 8 كان الأسبوع اللي فات، متى 13 الأسبوع ده كان عن مثل الزارع، وبرضه كان الأسبوع اللي فات من لوقا 8 واحد من أشهر أمثال ربنا يسوع المسيح، ويمكن من الأمثال القليلة جدا اللي ربنا فسرها بنفسه، كان مثل الزارع ومثل القمح وزوان أيضا من ضمن الأمثال اللي ربنا فسرها بنفسه للتلاميذ. المثل ده لأهميته الإنجيلين الثلاثة متى ومرقس ولوقا ذكروه، زي ما كنا بنقول في الإصحاح 13 من إنجيل معلمنا متى، وفي لوقا كام؟ 8، وفي مرقس 4. خليكم فاكرين كده، اللي يحب ان هو يدور على مثل الزارع لو هيفتح انجيل متى يدور على الاصحاح 13، اللي يفتح انجيل لوقا يدور على الاصحاح 8، واللي يفتح انجيل ماري مرقس يدور على عليه في الاصحاح 4. واللي فينا برضو يفكر، طب ليه الكنيسة يا ترى بترتب انه نفس القراءة تقريبا او نفس المثل يتقرا في اسبوعين متواليين، الاسبوع الاول والاسبوع الثاني من شهر هاتور، زي ما كان أستاذ حنا بيتكلم معنا الأسبوع اللي فات، أنه في بلادنا في مصر شهر هاتور مرتبط بإعداد الأرض للزراعة، ولأن كنيستنا هي أمة حكيمة فبتحاول أن هي بقدر الطاقة تربط كل أمور العالم حتى الأمور المادية بأشياء أخرى روحية، اللي بيها حتى لو الزارع وهو بيشتغل في زرعه، وطبعا احنا عارفين أنه مصر كانت طول عمرها من أيام الفراعنة مشتهرة بأنها بلد زراعي، وعدد ضخم جدا من المصريين بيشتغل في هذا العمل، فبالتالي الزارع وهو بيزرع يفتكر هذا المثل، ويفتكر أنه هو بيقوم بعمل إلهي عجيب، وأنه البذار دي زي كلمة ربنا، وربنا قسم زي ما كلنا عارفين القلوب اللي بتستقبل كلمته لأربع أنواع. النوع الأولاني هو النوع الساقط على الطريق، النوع الساقط على الطريق، وربنا لما فسر قال إن هذا النوع بالضبط زي الإنسان اللي لما بيسمع الكلمة بينصرف عنها وكأنه ملوش بيها أي علاقة، يعيش حياته بالطريقة اللي هو شايفها صح بغض النظر عن ربنا عايزه يعيش إزاي. ودول كانوا عاملين زي الكتبة والفارسيين، لو ناخد بالنا أن الكتبة والفارسيين كانوا بيقاوموا كلمة ربنا بكل طريقة، ورغم كل ربنا عمله وعلم به في وسطهم إلا أنهم فضلوا لغاية آخر لحظة من حياته بينكروا لاهوته وبينكروا مجده، بالضبط علشان تنطبق عليهم نبوة إشعياء اللي ذكرها معلمنا متى الإنجيلي برضو في الإصحاح 13 العدد 15، ويقول إيه؟ لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وآذانهم قد ثقل سماعها، فأغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. دول النوع الأول من الأراضي اللي هو الأرض على الطريق. النوع الثاني برضو لو نفتكر كان على الأماكن المحجرة أو على الصخور، وهذا النوع هو النوع اللي ممكن إن هو يسمع الكلمة ولكن ما يحطهاش موضع تطبيق. يعني إيه؟ يعني بالنسبة له ممكن يكون الكلام مصدر فرح لحظي أو وقتي، مصدر تعزية، ولكن ما يحاولش أبدا إن هو يجاهد ينفذ الوصية في حياته، وبتكون النتيجة إنه ممكن إن هو ينفعل مع الكلام للحظات، وبمجرد ما يخرج للعالم مع أول ضيقة أو أصغر مشكلة نلاقيه إن هو بيرتد عن الإيمان، وممكن إن هو يجحد المسيح تماما. والنوع ده كان المثال بتاعه أو بيشبه الجموع، الجموع اللي ربنا عاش وسطيهم، علمهم وشفى مرضاهم وشبع جوعاهم وأيضا غفر خطاياهم. ربنا الحقيقة عمل وسط الجموع أعمال عظيمة جدا لم يعملها أحد قبله ولم يعملها أيضا حد بعده، وعلشان كده نلاقي أن هؤلاء الجموع نلاقيهم بيلتقوا أو بيقابلوا المسيح وقت دخوله على أورشليم كمالك عظيم، بيستقبلوه بسعف النخيل وبأغصان الزيتون، وبيفرشوا ثيابهم على الأرض وبيهللوا أصنى لابن داود مبارك الآتي باسم الرب.
ولكن بعد بالضبط يومين اتنين او ثلاث ايام يوم الجمعة العظيمة بنلاقي ان هم بيطلبوا انه بيلاطس يفرج ليهم عن باراباس المجرم ويصلب المسيح. قالوا ارفعه اصلبه دمه علينا وعلى اولادنا، وبالتالي جلبوا على انفسهم لعنة مدى الحياة. فبالتالي احنا بناخد بالنا انه دول اول نوعين من الاراضي. النوع الثالث هو النوع اللي ساقط ما بين الاشواك، ومعلمنا ماري مرقس يمكن فسر هذه الاشواك عن لسان ربنا يسوع المسيح بشكل يعني اوضح من باقي الاناجيل، لانه ربنا في مرقس 4 كان بيقول هذه الاشواك هي ايه؟ هي ايه؟ هموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوه سائر الاشياء. يبقى هم دول الثلاث أشواك الأساسيين اللي ممكن إن هم يخنقوا كلمة ربنا في حياتنا: هموم هذا العالم، وأيضا غرور الغنى وشهوة سائر الأشياء. وطبعا النوع ده بالضبط زي الشاب الغني اللي جه يقابل المسيح ويقول له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. ربنا قال له احفظ الوصايا، قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فربنا رد عليه وقال له يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك أعطي للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. ولكن هل يا ترى هذا الشاب سمع كلمة ربنا وقبلها بفرح؟ الحقيقة لا، هو أخذ الكلام ومضى حزينا زي ما الكتاب يقول، لأنه كان ذا أموال كثيرة، كان غني جدا. وعلشان كده بنلاقي أنه هذه الأشواك الخانقة للكلمة ممكن تضيع أبدية الإنسان، وإحنا يمكن هنتكلم على نوع منها النهاردة بالتفصيل شوية إن حب الرب وعشنا. النوع الرابع من الأراضي هو الأرض الجيدة. دول بالضبط اللي لما بيسمعوا كلمة ربنا بياخدوها تطبيق حي معاش في حياتهم، بيلتزموا بيها، بيجهدوا فيها، بيعيشوا في حياة البر والنقاوة، وبالتالي بيعطوا ثمار كثيرة زي ما ربنا بيقول 160 و30، يكونوا نورا بالحقيقة للعالم وملح للأرض زي ما سيدنا وملكنا المسيح عايزنا نكون. وطبعا المثل اللي كلنا نفتكره لما نيجي نتكلم على الأرض الجيدة هو القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. القديس العظيم الأنبا أنطونيوس كان شاب في مقتبل العمر، وكان والده متوفي وترك له غنى وفير. دخل الكنيسة، سمع كلمة أو آية، هذه الآية هي نفس الآية اللي ربنا قالها للشاب الغني. الشاب الغني مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، ونفس ظروف الشاب الغني كانت هي نفس ظروف القديس الأنبا أنطونيوس. كان شاب وغني، ولكن هو لم يمضي حزينا، بالعكس خد الكلمة كمن وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، وعمل بيها حسب ما ربنا أرشده، وفعلا باع كل اللي ليه وأودع شقيقة ليه كانت في بيت للعذارة وأعطاها نصيبها من الميراث، وأما ميراثه هو وزعه على الفقراء، وانطلق للبرية علشان يعيش هناك، يكرس حياته كلها للمسيح، وصار أب لكل رهبان على مدى التاريخ وفي كل أنحاء العالم. القديس الأنبا أنطونيوس معروف في كل الكنائس، في كل الكنائس على أنه أب الرهبنة ومؤسس هذا النظام الرائع. نرجع نقول يا ترى احنا النهاردة عايزين نتكلم على ايه؟ النهاردة عايزين نتكلم على احدى الاشواك الخانقة للكلمة. احنا قلنا الاشواك الثلاثة كانوا ايه؟ سمعوا بقى، ها؟ هموم هذا العالم، غرور الغنى، وشهوة سائر الاشياء. ويمكن انا احب ان انا اتوقف مع حضراتكم النهاردة عند النقطة الاولانية، هموم هذا العالم. قد إيه الهموم ممكن إن هي فعلاً تخنق صوت ربنا في حياة الإنسان، وقد إيه الهموم ممكن إن هي لا قدر الله تضيع أبديتنا. ولكن قبل ما نبتدي نسترسل في إزاي وليه ممكن الهموم تضيع حياتنا هنا على الأرض وتضيع حياتنا هناك في السماء، عايزين كل واحد فينا يسأل نفسه سؤالين. السؤال الأولاني، يا ترى الهموم، اولا معلش سامحوني، هل يا ترى حد من الموجودين دلوقتي في الكنيسه يقدر ان هو يدعي انه بلا هم؟ اللي بلا هم يرفع ايده علشان خاطر نعمل له نكرمه نديله هديه كبيره. ما حدش رفع ايديه. طيب اذا
زي ما كنا بنقول حالا انه الهموم ممكن تضيعنا خالص هنا وهناك. بس قبل ما نبتدي نتكلم عايزين نسأل نفسنا سؤالين. السؤال الاولاني، هل يا ترى الهموم اللي محوطاني دي امور يعني قدرية ربنا هو اللي حطيني فيها تجارب يعني زي ما بنقول، ولا يا ترى الهموم دي مصدرها هو انا ذاتي وإرادتي ورغباتي، أنا اللي دخلت نفسي في هذه الهموم؟ طبعا كل واحد متزوج دلوقتي بيقول أنا اللي جبت لنفسي، مش كده؟ مش كده؟ الرجالة بيهدوا رؤوسهم بقوة. فدي حاجة محتاجين كلنا نسأل روحنا عليها، يا ترى هل الهموم اللي موجودة في حياتي دي هموم قدرية؟ يعني بالضبط زي ما بنقول ترايلز، زي اللي حصل كده مثلا لواحد زي أيوب، راجل كان رجل فاضل أغنى بني المشرق وكان عنده بنين وبنات وكان عنده قطعان من المواشي والجمال وكان عنده مال وفير، ولكن كل ده راح في لحظات سريعة، حتى إن صحته كمان راحت واستمر في هذه التجربة فترة طويلة، ودي ما نطلق عليه الترايل، يعني إيه زي المحاكمة كده. في التجارب لها معنيين في الإنجليزي، معنى الترايل ودي أمور قدرية ربنا بيسمح لي بيها، ممكن يسمح لعدو الخير إن هو يحاربني بيها، ولكن في نوع تاني اللي هو التمتيشن، إنه الإنسان بيعاني نتيجة إن هو أخذ قرار خاطئ أو عنده رغبات مش قادر إن هو يحققها، فبالتالي عايش في هموم. إنسان مثلا بيخش في مشاريع وعايز يبقى غني وبيحط فلوسه في أماكن غير مناسبة، وبتكون النتيجة إن الفلوس دي ممكن تضيع أو ممكن يكون البيزنس اللي بيخش فيه بتحصل مشاكل، يفضل إن هو يتابع أسهم البورصة نهارا وليلا، يرتفع معها كلما ارتفعت ويهبط هو أيضا إلى الحضيض بمعنوياته كلما انخفضت، وهو على طول ما بيفكرش غير في الفلوس. فهل يا ترى إحنا من هذا النوع أو همومنا من هذا النوع؟ ده سؤال كل واحد فينا لازم يسأل نفسه عليه. الهموم اللي محوطاني دي سببها إيه؟ النوع السؤال الثاني اللي عايزين نسأله لنفسنا، يا ترى أنا مهموم لأني مش عايز أستريح، ولا لأني مش قادر أستريح؟ إيه ده؟ سؤال غريب قوي. يعني إيه مش عايز ويعني إيه مش قادر؟ في إنسان بياخد قرار إنه يشيل الهم، في إنسان بياخد قرار إنه أنا الحمد لله عندي كل شيء، أشكر ربنا عندي بيت مستقر وشريك حياتي متفهم وأولادي مباركين وعملي لا بأس به ودخلي مناسب، ولكن أنا قررت أن أنا أشيل الهم لما يحصل أي تغيير وزاري مثلا في مصر، أو لما يحصل أي نوع من الانتخابات هنا في أمريكا، أشيل الهم لما أعرف أنه في مثلا في أرض معينة في مجاعة وبعيد عني خالص وأنا مش متأثر بها بشكل مباشر، اللي هو الإنسان اللي بيطلقوا عليه نعاي الهموم. أذكر جيدا كان أحد الآباء بيقول، معرفش تسمعوا عن البقرة الحمراء اللي بيدوروا عليها علشان يقدموها ذبيحة لما يبتدوا ان هم يبنوا الهيكل اليهودي. كان في نبوءات بتقول او اقاويل يعني انه متى وجدوا البقرة الحمراء فده مؤشر لنهاية العالم، يعني ايه اليهود عايزين يعيدوا بناء الهيكل وعايزين يقدموا عليه ذبائح، لان هم طبعا من يوم خراب اورشليم سنة 70 ميلادية لم يقدروا ان هم يقدموا ذبائح، بيمارسوا طقوس العبادة بتاعتهم في المجامع ولكن ليس لهم هيكل، فبالتالي هم بيدوروا على مقتنيات الهيكل بتاعهم أو أدواته تحت مسجد الصخرة، وبيدوروا على البقرة الحمراء التي بلا عيب علشان يقدموها ذبيحة. في إنسان قاعد مشغول قوي بقصة البقرة الحمراء، تخيلوا، لأن أنا أتصور إنسان عايز يشيل الهم، وفي إنسان تاني مش قادر إن هو يرتاح، حاسس إنه الهموم تكاثرت عليه لدرجة إن هو خلاص مش عارف يخرج من هذه الدائرة. حقيقة عتلان الهم في البداية بيكون قرار، يعني إيه؟ يعني أنا قررت إن أنا اللي هسوق، مش هسيب ربنا يسوق مكاني، لأن أنا متصور إن أنا عارف السكة أكتر منه، فبتكون النتيجة إنه أبقى مش مرتاح، ده قراري أنا، ده اختياري أنا.
ولكن مع الوقت زي ما هنشوف، لانه عتلان الهام ده مراحل، هنلاقي انه شويه بشويه الواحد بيخش في هذه الدايره وبيجي بيوصل لنقطه انه مش عارف يخرج منها، مش عارف يتراجع عنها، بالضبط زي الادمان. اول قرار الانسان المدخن مثلا او اللي بيدمن كحوليات او اللي بيدمن اي نوع من الادمان بيبقى قرار انا هجرب الحاجه دي، ولما بيجربها بيبتدي ان هو يتمادى فيها شويه بشويه لحد لما بيلاقي نفسه ان هو مش عارف يخرج من هذه الدائره. فبالتالي ربنا يسوع المسيح النهارده في متى 6 بيبعت لنا ايه بيقول لنا: فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس، لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون هذه كلها، فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه. ربنا مش بيدعونا للتكاسل، ربنا مش بيدعونا لان احنا نكون غير ناجحين. ربنا لما بيقول لا تهتموا في الترجمه الانجليزي do not worry مش do not care. يمكن اللي كان حاضر معنا العظه الانجليزي النهارده الصبح سمع لما جينا نتكلم على النقطه دي، ربنا بيطلب من كل واحد فينا انه لابد ان يهتم بخاصته، ولكن هنا ربنا لما بيقول لا تهتموا يعني لا تعولوا الهم، لا تعولوا الهم او لا تقلقوا، do not worry. طيب نيجي بقى للعظة الأساسية بتاعتنا النهاردة، إزاي ممكن شيل الهم يضيع أبديتي؟ إزاي ممكن إن هو بالإضافة لتقدير حياتي هنا على الأرض ممكن يضيع أبديتي في السماء؟ نمرة واحد: الهموم بتخلي الإنسان يبعد عن ربنا وما يقدرش إن هو يشوفه، يبعد عن ربنا وما يقدرش ان هو يشوفه. طبعا كل واحد فينا جرب لما بيكون مثلا في خلاف في البيت، خلاف زي خناقه مثلا مع شريك حياتي او الذي عاملين مشكله او اي حاجه في العمل، تلاقي الواحد نفسه مسدوده. مسدوده عن ايه؟ مسدوده عن ان هو ياكل، مسدوده عن ان هو يتفرج على التلفزيون، مسدوده عن ان هو يتكلم. وبالطبيعه احنا كده كده اساسا ما بنصليش، فيجي الواحد يقول لك اصلي، يخش يصلي يلاقي ذهنه مشتت، يحاول ان هو يفتح الكتاب المقدس لعله يجد كلمه تعزيه، يلاقي نفسه مش فاهم هو بيقرا ايه. لما يجي الكنيسه برضو مخه مشغول بكل امور هذا العالم، بالهموم اللي هو شايلها معاه. مع الاسف كلنا ما بنسيبش همومنا على باب الكنيسه زي ما ربنا بيعلمنا، بنخش بالهموم دي وبنقعد نفكر، مخنا يودي ويجيب، وتكون النتيجه انه حتى لو تقدم للتناول من الاسرار لا يجد اي راحه. بالضبط زي ما كان داود النبي بيرنم في المزمور بيقول ايه، بيقول ضاع مني المهرب وليس من يسأل عن نفسي. داود في المزمور احد مزامير النوم كان بيقول ايه، ضاع مني المهرب وليس من يسأل عن نفسي. الواحد احساسه بالهم اللي محوطه من كل ناحية ومشغوليته قوي بهذا الهم، لقى مش عارف ان هو يلاقي ربنا، مش عارف يشوفه. وخدوا بالكم انه داود لما بيقول ليس من يسأل عن نفسي، هو كده بيلوم مين؟ بيلوم الآخرين، إن هم بشكل أو بآخر مسؤولين عن الهم اللي هو فيه، لأنهم مش بيقدموا له المساعدة اللي كان متوقع إن هو يلاقيها منهم. وفي كل ده ربنا غايب عن المشهد، لأنه الواحد بيدور على تعزية وراحة عند الناس، وطبعا عمر ما الناس هيقدموا لا تعزية ولا راحة. ونفس الموقف ده حصل في لوقا 10 مع مارثا أخت لعازر. فاكرين مارثا ومريم كانوا من أصدقاء ربنا يسوع المسيح، هذه الأسرة لعازر وأختيه كانوا من البيوت اللي ربنا بيحب إن هو يرتاح عندهم. ففي مرة من المرات استقبلوا ربنا يسوع المسيح، وفضلت مريم عند رجليه تسمع كلامه، ولكن مارثا الكتاب بيقول عنها إنها كانت مرتبكة في خدمة كثيرة. تخيلوا انه ممكن حد فينا كده يتصور للحظات انه ربنا يسوع المسيح يكون موجود في بيتي وانا مش شايفه ومش حاسس بيه ومش قادر اتمتع خالص بوجوده. ده اللي حصل مع مارثا من سنين كتيره، كان ربنا موجود في بيتها، ولكن لانها كانت مرتبكه في خدمه كثيره نلاقي انها تبتدي تدين شقيقتها وتدين ربنا نفسه وتوجه له اللوم وتقول له يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني؟ يعني يا رب أنت مش همك اللي أنا فيه ومش شايف ولا حاسس بالمعاناة اللي أنا بعانيها، فقل لها بأن تعينني. هي كده بتلوم ربنا وأيضا بتلوم أختها على أنها مش بتساعدها. وهكذا كل إنسان مننا
موجود الحقيقة في بيت المسيح. كلنا المسيح موجود في بيوتنا، موجود في الإنجيل، موجود في الصلوات، موجود في التسبيحة والتراتيل، ولكن احنا مش شايفينه ومش حاسين بيه ومش قادرين ان احنا نتواصل معاه بسبب القرار اللي خدناه ان احنا هنشيل الهم. حقيقة يعني يمكن نفس الكلام ده بنلاقيه زي ما مارثا كانت بتكلم ربنا وبتقول له يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي فقل لها بأن تعينني. نفس الكلام الحقيقة بنسمعه من بعض الأزواج، وخصوصا لما بتكون الزوجة متفرغة لرعاية الأولاد أو بتعمل نص وقت ولا تدر دخل كبير، لما تيجي الزوجة تطلب من زوجها تعال أقف معانا علشان نصلي، الأولاد بيفرحوا لما بتكون واقف بتصلي معانا، أو تعال نجتمع مع بعض على مائدة الكتاب المقدس علشان نقرأ كلمة ربنا ونسمع ونشبع، نلاقي الزوج يبص لها كده بالضبط زي ما مارثا كانت بتبص لمريم. وممكن إن هو يجي يشتكي لأبونا ويقول لي أبونا خليها تنزل تشتغل تساعدني شوية، خليها تجيب قرشين أهم ينفعونا في المعيشة. وكأن وجود المرأة في البيت علشان تربي الأولاد وتعتني بيهم وتهتم بنجاحهم صحيا وجسمانيا وأيضا نفسيا وروحيا عمل بلا قيمة لمجرد إن هو لا يدر دخل مادي. طبعا حقيقة لما ربنا رد على مارثا هل قال لها قومي يا مريم ساعدي أختك؟ هل ربنا قال لمريم حاجة زي كده؟ هل ربنا قال لمارثا لا معلش ما تزعليش حقك عليا احنا غلطانين في حقك؟ حقيقة ربنا رد عليها رد تاني خالص خالص خالص، قال لها مارثا مارثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. وعلشان كده نلاقي انه الاباء بيعلمونا، يعني نيجي مثلا واحد زي قداسة البابا شنودة في اكتر من موضع لما يجي يتكلم على الهموم والضيقات يقول لك لما تيجي توقف قدام ربنا بدل ما تقول له يا رب انت سايبني ليه ده انا عندي هم كبير، لا خليك شجاع وقف قدام همك وقول له انا عندي رب كبير، لانه كل ما بنحط ربنا ما بيننا وما بين الضيقات بنلاقي انه الضيقات بتختفي وتتلاشى وربنا هو اللي بيظهر في حياتنا بصوره رائعه وبهيه. بتحضرني هنا قصه لانسانه الحقيقه كنا اتكلمنا عنها قبل كده في قصه موعد على الانطلاق، لكن دي حكايه ثانيه عن فوزيه اسحاق. هذه البارة اللي عاشت في حياة البر كانت متزوجة وكان ليها أولاد، ولكن ربنا سمح وجربها بمرض صعب اللي هو مرض السرطان. ومش بس كده، هي مع مرض السرطان أيضا أصيبت، ربنا يحافظ عليكم يا رب، بشلل نصفي نتيجة لهذا المرض، وكانت ألمها لا تحتمل رغم أنها كانت قديسة وكانت يعني هي بتشوف أرواح المنتقلين وكان لها خبرات روحية عالية جدا. في يوم من الأيام أبونا تدرس يعقوب بيحكي ويقول رحت أزور هذه البارة أول يوم في صوم الرسل، فلقيتها متهللة كده وبتضحك وتقول لي شفت يا أبونا حصل إيه امبارح؟ فقال لها حصل إيه؟ فقالت له أخويا كمال كان بعيد عن اسكندرية، هما كانوا مقيمين في اسكندرية على بعد خطوات من كنيسة الملاك بمصطفى كامل، فقالت له أخويا جه علشان يزورني وكان بقاله حوالي 3 أسابيع ما جاليش لأنه كان مسافر، فأنا أول ما شفته قلت له هو النهاردة إيه؟ طبعا في الوقت ده كانت حالتها متقدمة ما كانتش قادرة أن هي تروح الكنيسة، وحتى يعني وعيها بالأيام والتواريخ ابتدى أن هو يرتبك، فقالت له هو النهاردة إيه؟ فقال لها النهاردة الحد. قالت له حد إيه؟ قال لها حد العنصرة. قالت له حد العنصرة وانت جاي سايب الكنيسة وصلاة السجدة علشان تزورني؟ قال لها لان انا بقالي كتير ما شفتكيش. المهم تصر هذه البارة ان هو لازم ينزل وياخد جوزها واولادها علشان يحضروا صلاة السجدة في الكنيسة، ولما حاولوا معاها ان هم على الاقل يسيبوا حد من الاولاد لعلها تحتاج لشيء لانها طبعا في الوقت ده ما كانتش قادره تخدم نفسها، او ان حد من الضيوف يجي يسلم عليها، اصرت ان لازم كلهم ينزلوا ويروحوا الكنيسه. وتحكي لابونا وتقول له بمجرد ما اتقفل باب الشقه وراهم انفتحت ابواب السماء، ورايت رؤى الحقيقه لا ينطق بها ولا يمكن للسان ان يعبر عنها. كنت فرحانة ومتهللة أيام فرحة،
وفضلت على الحال ده لوقت طويل، لحد لما حسيت بصوت المفتاح بيتحط في باب الشقة. في الوقت ده انتهت كل رؤى واختفى كل شيء ورجعت تاني لحالي. أبونا بيقول حاولت أفهم منها إيه اللي شافته أو إيه اللي سمعته. كانت دايما تبتسم وبحس روحي عالي، كانت تغير الموضوع وكأن شيئا لم يكن. هكذا عاش أبائنا وعاش أجدادنا في تعاملهم مع المشاكل. دي الحقيقة مش مشكلة، وده ما نقدرش إن هو نعتبره هم، دي بكل مقاييس العالم كارثة. كارثة إنسانة هي ربة أسرة وعندها أولاد في مراحل مختلفة من التعليم، وتصاب بهذا المرض الصعب، وأيضا تصاب بشلل حتى إنها ما تقدرش تخدم نفسها، عبء على نفسها وعلى البيت كله. ولكن وجود ربنا في حياتها كان بيهابها تعزيات رائعة، حتى إنها كانت دايما تتمنى إنها يعني الألم يزيد عليها، علشان هي عارفة إن لما الألم حيزيد هتلاقي السماء دايما مفتوحة لها، بتديها تعزية وبتديها راحة. يبقى السبب الأولاني اللي ممكن يخلي الهموم تضيع مننا الأبدية، إنه الإنسان المهموم ما بيشوفش ربنا، لا بيشوفه في صلاة ولا بيشوفه في أصوام ولا في أي طقوس ولا في الكنيسة ولا حتى في ممارسة الأسرار. السبب الثاني ليه ممكن الهموم تضيع مننا الأبدية، لما الإنسان بيبعد عن ربنا هو بالتبعية بيبعد عن إيه؟ بيبعد عن مصدر القوة والنعمة، بيبعد عن مصدر الفرح والسلام، بيبعد عن مصدر الحكمة والإرشاد. فبتكون النتيجة إن هو بيبقى بالضبط زي مريض بعد عن الطبيب بتاعه ولم يعد يتناول الأدوية اللي المفروض إن هو ياخدها. تفتكروا حالة المريض دي ممكن تبقى إيه؟ هل ممكن المريض يتحسن بهذه الصورة؟ بالطبع لا. إنسان بعد عن مصدر القوة بتاعته لازم حيضعف، عن مصدر التعزية والفرح لازم حيصيبه الحزن. فبالتالي يبتدي الإنسان يشعر أنه وحيد في مواجهة الهموم، بالضبط زي ما كان داود بيقول ضاع مني المهرب وليس من يسأل عن نفسي. ويبتدي يتهز إيمانه، يفقد ثقته في صلاح الله ومرحمه، يفقد ثقته في حكمة الله وتدبيره، يفقد ثقته في محبة الله وحنوه. ويبتدي إن هو عدو الخير بقى يخشله من مداخل تانية. يعني هو بعد عن ربنا في الأول مش قادر يشوفه، كان بيجاهد على علّه إن هو يشوف، مش قادر يشوف بسبب الهموم، فيوصل لمرحلة إنه خلاص ما عادش عنده ثقة ولا إيمان. يبتدي عدو الخير يخشله من مدخل، هو ربنا ده موجود؟ طب إذا كان ربنا موجود هو ليه سايبك في الهم ده؟ ليه سايبك في الدائرة اللي ما بتنتهيش دي؟ وتكون النتيجة إنه الإنسان يبتدي يتشكك في وجود الله أو يتشكك في محبة ربنا، يقول كل الناس عايشة مرتاحة وأنا الوحيد اللي عايش في الهم. ويبتدي الأفكار دي تتعاظم عنده، فيبطل خالص إن هو يحاول يمارس أي أسرار أو أي وسائط للنعمة، ويبعد تماما عن الكنيسة، وتلاقي إن هو بقى فعلا لوحده زي خروف بعد عن القطيع. الكتاب المقدس بيحدثنا عن في سفر الرعوث الإصحاح الأولاني عن أسرة يهودية كانوا عايشين في أمان في مدينة بيت لحم، المدينة اللي ولد فيها ربنا يسوع المسيح. والأسرة دي كانت من أصل يهوذا، من سبط يهوذا، والمكان ده طبعا أورشليم، يعني في الهيكل والكهنة والمذبح والذبايح والناموس والوصايا. حصل مجاعة أو ضيقة من أي نوع، فكانت النتيجة إن هم قرروا يتركوا هذه الأرض ويروحوا يعيشوا في أرض مؤاب، بلاد وثنية ما يعرفوش ربنا. وبعد ما وصلوا إلى أرض مؤاب نلاقي إنه ابتدت تتوالى عليهم الضربات. الرجل اللي هو كان اسمه أبي مالك، أنا آسف، ألي مالك، الزوجة نعمي والزوج ألي مالك توفى. وبعد ما توفى الزوج الولدين تزوجوا ببنات من أرض مؤاب وقعدوا 10 سنين بلا نسل، وفي الآخر الولدين ماتوا. فما كان من نعمي إلا أن هي قررت ترجع تاني لأرض يهوذا. ولما رجعت لأرض يهوذا يقول الكتاب أن المدينة كلها اهتزت، كلهم مستغربين يا ترى هذه نعمي. فنلاقي أن هي في الأعداد 20 و21 من الإصحاح الأول ترد عليهم رد بيعكس إحساس الإنسان لما يحس أنه لوحده ولما يحس أن ربنا تخلى عنه. طبعا كل ده نتيجة لضعف إيمانه. قالت لهم إيه؟ قالت لهم لا تدعوني نعمي
بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعوني نعمي ورب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ كلام صعب جدا. الإنسان بيقول بمنتهى الوضوح ربنا ده إله ظالم. لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن الرب أو القدير قد أمرني جدا. ربنا هو اللي أمرني. نسيت خالص إن هم كسروا وصيته بتركهم لأرض يهوذا لعبادة شعب ربنا، وإن هم راحوا يعيشوا وسط شعوب وثنية. نسيت وصية ربنا لما أولادها راحوا تجوزوا أيضا من أمميات، ودي كانت عقوبة لأن ربنا قال لهم اللي هيعمل حاجة زي دي هيعاقب. ذهبت ممتلئة أرجعني الرب فارغة. لماذا تدعوني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ وده يمكن لسان حال الكثيرين مننا لما يحسوا أن ربنا تخلى عنهم. حقيقة زي ما كان قداسة البابا بشنودة بيقول حقيقة لست أذكر، كان واقف في الدير مرة وبيتأمل في مشهد الغروب وبيقول لست أذكر أن الشمس قد أعطت، قد تركت أو أخفت وجهها عن الأرض، وإنما الأرض هي التي أعطت ظهرها للشمس. يعني إيه؟ يعني وقت الغروب الحقيقة مش الشمس هي اللي بتمشي، الأرض هي اللي بتلف وبتبعد عن الشمس. وهكذا الإنسان لما ربنا بيختفي من قدام عينيه مش نتيجة لأن ربنا مش موجود، ولكن لأن إحنا اللي قفلنا الباب على عينينا وعلى أذاننا، فبالتالي ما بقيناش شايفين ولا سمعين. الحقيقة التاريخ كله بيؤكد أنه ربنا موجود بيرعى شعبه من اللحظة الأولى للحظة الأخيرة. اللي فينا يفتكر، ما عرفش اللي كان يعني ولد في هذا الوقت أو يمكن كان لسه صغير، أنه في سنة 81 وبالتحديد في شهر سبتمبر وقف الرئيس المصري في ذلك الوقت يقول أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة، وأنه كل التشريعات والقانون المصري مستمد من الشريعة الإسلامية. وأخذ قرارات في ذلك الوقت ودخل على إثرها قداسة البابا للدير، وأيضا لفيف من الآباء الكهنة وأيضا الآباء الأسقفة دخلوا السجون. يمكن أبونا بولس باسيلي، أبونا إبراهيم عبده، أبونا يوسف أسعد وغيرهم وغيرهم من الأسماء اللي كانت يعني ليها شعبية عظيمة في قلوب الكثيرين. وغير أن قداسة البابا نفسه دخل الدير وقعد فترة ليست بقصيرة، حوالي 4 سنين في ذلك الوقت تحت الاستيداع، وما كانش مسموح له أنه يخرج من الدير. طبعا كلنا فاكرين القصة دي، وكلنا فاكرين إحساسنا ككنيسة بالغبن وبالظلم وبالقلق، ويا ترى إيه اللي هيحصل، ويا ترى الأمور هتمشي في أي اتجاه، وكنا كلنا منزعجين جدا. الكلام ده كان في أوائل شهر سبتمبر تقريبا، ولكن نلاقي أنه كلنا عارفين في 6 أكتوبر وفي وقت حدوث العرض العسكري اللي اغتيل فيه الرئيس المصري أنور السادات لم يكن البابا موجودا. ليه؟ لأنه كان في الدير، واللي كان موجود بدلا منه نيافة الأنبا صمويل اللي استشهد في هذا العرض العسكري. ولو كان قداسة البابا موجود في ذلك اليوم كانت الرصاصة اللي دخلت في صدر الأنبا صمويل كانت هتخش في صدر قداسة البابا، لكن البابا ربنا كان بيحميه في دير الأنبا بشوي في ذلك الوقت، رغم ان احنا كلنا ما كناش فاهمين ده. ونلاقي انه بحسب ما التاريخ بيذكر أنه تذكار 40 لانتقال أنور السادات زي ما كان سبق وقلنا قبل كده بيتوافق مع عيد جلوس قداسة البابا شنودة في السادة المرقسية، ويعيش البابا سنين وسنين بعد وفاة أنور السادات يمجد اسم ربنا اللي بيحافظ على كنيسته وبياخد باله من شعبه. فبالتالي لا داعي إطلاقا أن احنا نقلق، ولا داعي إطلاقا أن احنا نفقد إيماننا، لأنه ربنا موجود. ولكن أحيانا ربنا بيستعمل أساليب مختلفة عن خططنا وعن تدابيرنا، وبتكون النتيجة إن إحنا نبتدي نتشكك، يا ترى ربنا بيحبني ولا هو سيبني ما بيفكرش فيا، هو موجود أصلا ولا لأ. إذن النقطة الأولى، الهموم بتخليني مش قادر أتواصل مع ربنا، زي مارثا اللي ما كانتش شايفة المسيح وهو موجود في بيتها وبيتكلم كلام الحياة الأبدية. نمرة 2، الهموم ممكن ان هي لما بتبعدني عن ربنا بتفقدني ايماني،
وطبعا دي بتبقى جولة كبيرة يكسبها عدو الخير لما يهز إيماني ويحسسني إنه ربنا مش موجود. نيجي بقى للنقطة الثالثة، لما أنا يا ترى أحس إن ربنا مش موجود أبتدي أنا كإنسان أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أعمل إيه؟ ربنا مش موجود أو ربنا ناسيني، أبتدي أعمل إيه أنا كإنسان؟ أبتدي أدور على حالي بدراعي بدماغي، أبتدي أدور على طريقة أحل بيها مشاكلي. وطبعا دي بتكون كارثة لأنه الإنسان قاصر جدا في تفكيره وفي إمكانياته وفي وسائله. ولكن قد كده ممكن كل إنسان يبقى عرضة للي احنا بنتكلم عليه ده، والمسألة مش بعيدة إطلاقا عن أي حد مننا. نلاقي أنه في سفر التكوين إبراهيم اللي بيسميه الكتاب أبو الإيمان أبو المؤمنين، إبراهيم وقع في هذه التجربة، مش بس هو ده، هو وكمان مراته سارة. نلاقي أنه في تكوين 20 خرج إبراهيم من حران وكان متوجه لأرض كنعان، ولكن كان في جوع شديد في الأرض في ذلك الوقت. يعمل إيه إبراهيم؟ أخذ مراته وراحوا على أرض مصر، وهم في الطريق قال لها بصي بقى الناس دول ما يعرفوش ربنا، هيشوفوكي كده امرأة جميلة هيبتدوا إن هم يفكروا علشان ياخدوكي ممكن يقتلوني، فمعلش اعملي معايا معروف وقولي إنك أنت أختي ما تقوليش إنك مراتي. وفعلا نفس السيناريو ده حصل لما دخلوا الأرض مصر، وفرعون أخذها زوجة لي، ولكن قبل أن يقترب منها ربنا أعلن لي إن هي زوجة إبراهيم مش بس أخته. على فكرة هي سارة كانت أخت إبراهيم من ناحية الأب، يعني هي ما كانتش كذبة كاملة، هو كان إخفاء لنص الحقيقة. وطبعا لما فرعون أدرك هذا الأمر رجع سارة لزوجها وقال له ليه عملت معايا كده، وربنا حفظ هذا البيت من الانهيار. يتعلم إبراهيم حقيقة ما يتعلمش، ويجي يكرر نفس السيناريو في بلد تانية مع ملك تاني اسمه ملك جرار في إصحاح 20 من سفر التكوين، ونفس السيناريو يتعاد برضو ويقول لها قولي إنك أختي ما تقوليش إنك أنت مراتي. إبراهيم اللي كان مستعد إن هو يقدم ابنه ذبيحة لربنا في مرحلة من مراحل حياته، ابنه إسحاق، كان بيخاف لدرجة إن هو ممكن يكذب، بيستعمل وسائل بشرية علشان خاطر يخلص نفسه ويقول ذراعي خلصتني. ولكن زي ما انتوا شايفين كده لما استعمل هذه الوسيلة دخل في مشكلة تانية أكبر لولا تدخل ربنا علشان ينقذه، لأن ده الراجل بتاعه، ده ابنه اللي بيرعاه. فبالتالي كل واحد فينا ممكن جدا ان هو يتوه في هذه المتاهة، يبتدي ان هو يستعمل وسيلة، انا متضايق من الهموم اللي حواليا ابتدي افكر اشوف وسائل عالمية، افتح التلفزيون اتفرج على اي حاجة، ممكن ابتدي ان انا اخرج مع الاصحاب واقعد في اماكن غير لائقة، ابتدي ان انا ادخن سيجارة او غير السيجارة علشان خاطر اروق شوية وفرفش، لان الهموم محوطاني من كل ناحية. ولكن مع الأسف نلاقي أنه هذه الأساليب بتضيعنا أكتر وأكتر. أحتاج ماديا ممكن أمد إيدي على فلوس مش بتاعتي، ممكن جدا لو أنا حاسس أن أنا محاط بالهموم بدل ما أقف وصلي قدام ربنا أبتدي أتكلم مع الأصدقاء والصديقات والقرائب، والكلام ينتشر وكل واحد يزود والمشكلة تتعقد ونلاقي البيت ممكن يتقسم ولا قدر الله يخرب خالص. مش بس إبراهيم اللي سقط في هذه المشكلة، أيضا سارة زوجته. سارة زوجته لما خرجت معاه من أرض حران كان عندها كم سنة يا ترى؟ إبراهيم وسارة لما خرجوا من أرض حران كان عندهم كم سنة؟ لا، لما خرجوا من أرض حران سارة كان عندها 65 سنة وإبراهيم كان أكبر منها بعشر سنين، وكان عندهم وعد إن هم يكون لهم ابن. ولكن لما وصلت لسن 75 وانقطعت عنها عادة النساء طبعا قبل كده بفترة طويلة ابتدت انها تقلق، خلاص انا دلوقتي ما عديش رجاء، ازاي ممكن يكون لي ولد وانا اساسا ما بقيتش زي الستات، انا خلاص دخلت في سن اليأس ما يطلقوا عليه يعني. فكانت النتيجة ان هي اقترحت على ابراهيم وسيلة من وسائل البشر، خد الجاية بتاعتي اتجوزها وتولد على ركبي والابن اللي هتولده هيبقى ابني، خلاص يبقى احنا كده حلينا لربنا المشكلة. يمكن ربنا مش قادر ان هو ينفذ الوعد اللي وعد بيه، يمكن ربنا نسي عهوده اللي تعهد لنا بيها، ولكن الحقيقة ربنا لا ينسى ولا يعجز، ربنا قادر تماما عن ان هو يفي بكل حرف هو قاله.
وطبعا كانت النتيجة إنه إبراهيم تزوج من هاجر، وهاجر ولدت إسماعيل، وصار إسماعيل شوكة في جنب سارة نفسها، لأن هي اللي طلبت من إبراهيم لما كان إسحاق عنده سنتين إن هو يطرد هاجر هي وابنها، لأنه ما ينفعش إنه ابنها يورث مع ابني. عارفين لما ولدت إسحاق سارة كان عندها كم سنة؟ كان عندها كم؟ 90، 90 سنة بالضبط، وإبراهيم كان عنده 100. ربنا يقدر ولا ما يقدرش؟ ربنا يقدر، ربنا يعرف، وهو اللي وعد ووعده أمين إن هو ياخد باله من أولاده طول العمر. زي ما بقول لحضراتكم كده، إحنا كتير الحقيقة ما بنلجأ لأساليب العالم علشان نحل مشاكلنا، وعمرنا ما بنفكر أو نادرا ما بنفكر إن إحنا نلجأ لربنا ونقول له يا رب مد إيدك وتدخل. قد يظن البعض أني بمجرد ما حرفع إيدي ناحية السماء وأقول له يا رب هتلاقي السماء مطرت من، أو أن الصخرة خرجت مية. القصة الحقيقة بتاخد وقت. حد عمره فكر ليه يا رب، ليه يا ترى ربنا بيسمح لنا بالهموم أو بيسمح لنا بالضيقات أو بيسمح لنا بالتجارب؟ ليه؟ هل ربنا بيستعذب أنه يشوفنا تعبانين؟ ده الكتاب بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضراته خلصهم. ربنا بيبقى متضايق وإحنا متضايقين، ربنا بيبقى تعبان وإحنا تعبانين. طب ليه ربنا بيسمح لنا بده؟ هل ربنا غاوي تعب؟ هل ربنا غاوي مضايقة؟ هل ربنا بيستمتع لما بيشوفنا بنعاني؟ الحقيقة لا. ولكن ببساطة شديدة جدا، ليه ربنا سمح أنه يكون في مجاعة في المكان اللي راح فيه الابن الضال؟ ولولا هذه المجاعة، ولولا أنه افتقر وصرف كل الفلوس اللي معاه، لولا أنه اعتاز ومحدش رضي يديله أكل، لولا أنه هو اتمرمط واتبهدل وراح علشان خاطر يرعى خنازير، تفتكر عمره ما كان حيفكر أنه يرجع لأبوه؟ عمره كان حيعترف أنه هو أخطأ وأنه هو غلط؟ الحقيقة لا، كان حيفضل في اللي هو فيه. برضو واحدة زي نعمي، لو لم يكن زوجها وأولادها قد توفوا في أرض غريبة وبدون نسل وبدون أي حاجة، عمرها ما كانت هتفكر أبدا ترجع تاني لأورشليم، عمرها ما كانت هتفكر ترجع الكنيسة. ربنا بيحط في طريقنا هذه الأشواك أو هذه الضيقات علشان نرجع له، علشان نرجع له ونترمي قدامه ونقول له يا رب ملناش غيرك، لأنه ربنا يعلم جبلتنا، يعلم طبيعتنا، إن إحنا دايما لما الأمور بتبقى مريحة معانا مع الأسف بنبعد، بننسى، بنتوه. ولكن طول ما إحنا تعبانين، طول ما إحنا متضايقين، دايما بنقف قدامه ونرفع أيدينا وقلوبنا ونقول له يا رب. فخلينا منتبهين لهذه الحقيقة. قصة صغيرة أخيرة كده هحكي لكم عليها بخصوص الست أم مراد صديقة الملائكة. الست أم مراد زي ما تفتكروا كنا حكينا قبل كده على قد كده كانت إنسانة بارة وليها أعمال خير وكانت بتحب الملائكة جدا، وبسبب التقديمة البسيطة 50 جنيه قدمتها كانت هي خميرة لكنيسة الملاك في مصطفى كامل، و200 جنيه دفعتها كانت هي خميرة لكنيسة الملاك رفائيل أيضا في الإسكندرية. هذه البارة في وقت من الأوقات وكانت أرملة وبتسكن في مدينة الإسكندرية، وكان عندها 3 أولاد في سن الشباب في مراحل مختلفة من التعليم. ضاقت بها الحال ومصاريفها زادت جدا، والمعاش كان بالكاد بيكفي هذه المصاريف، رغم أن هي كانت بتحب جدا تعمل أعمال خير في أماكن مختلفة، في الفيوم وفي بني سويف وفي مناطق أخرى من الصعيد. ضاق بها الحال لدرجة أن هي اضطرت تستغنى عن الشغالة اللي كانت بتيجي، لأن مرتبها كان 2 جنيه في الشهر، وكان في الوقت ده 2 جنيه مبلغ كبير، فاضطرت أن هي تستغنى عن الشغالة علشان خاطر توفر هذه الفلوس لأعمال الخير. في يوم من الأيام وكان موافق لعيد الملاك مخيل 19 باقونة اللي هو 21 يونيو، كانت حالتها المادية ليست على ما يرام، وكانت قاعدة كده في الشباك بتاع بيتها ورفع عينيها للسماء وبتعاتب الملاك مخيل وتقول له يرضيك كده يوصل بي الحال انه ما يبقاش في بيتي حاجة اقدمها لك، فبالتالي انا نفسي ان انا اقدم. دايما كانت متعودة في عيد الملاك ان هي تعمل فطير وتوديه كنيسة، وان هي كانت تبعت بركة للاماكن والاسر اللي كانت بتخدمهم، لكن مفيش، مش لاقية. المهم ابتدت عينيها تدمع كده ورفعت قلبها للسماء وقالت له يا رب افرجها. ففي الحال بيقال انه ظهر لها الملاك بشكل نوراني جميل وادها تعزية، وهي قاعدة ما تحركتش لقيت الجرس بتاع الباب بيضرب،
فتحت الباب لقيت ان هو راجل زي ساعي بريد جايب لها جواب. فتحت الجواب تبص عليه لقيت ان هو شيك، وهذا الشيك فيه فروق معاشات متأخرة من فترة قبل كده من شهور قديمة. خدت هذا الشيك وهي فرحانة جدا وجريت بسرعة صرفته علشان تبتدي ان هي تعمل الخدمات اللي كانت متعودة تعملها. صدقوني ربنا موجود، وصدقوني ربنا عايز كل واحد فينا يرجع له ويقول له يا رب أنا ابنك ماليش غيرك. ربنا بيدور على دموعنا، بيدور على ركب المنحنية، بيدور على الأيادي المرفوعة، بيدور على القلب اللي مشتاق إن هو يستقبل ربنا جواه. بيقول ها أنا ذا واقف على الباب أقرع. من ضمن قرعات ربنا إنه يحطنا في تجارب، إنه دخلنا في ضيقات. أيضا لو إحنا دخلنا نفسنا في مشاكل بيبقى ربنا مستني علشان يخلصنا منها. الابن الضال هو اللي بقراره أخذ هذا الخطوة وسافر لبلد بعيدة، لكن ربنا أنقذه في النفس الأخير. ربنا يدينا نعمة وحكمة إن إحنا نتعلم إن إحنا نسيب ربنا يقود المسيرة، إن هو اللي يسوق، ونقول له يا رب إحنا ما نعرفش حاجة، إحنا ما نقدرش على أي شيء، ولما هنعمل ده ثقوا إنه بالصلاة وصوته الموجود في الكتاب المقدس وحضورنا الكنيسة وممارستنا للأسرار ربنا حيعطينا خلاص واستنارة ويحررنا من الأشواك اللي ممكن تخنق كلمته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. اتفضلوا نصلي. استجيبنا يا رب حينما أدعوك بدالة البنين قائدين في كل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس ولتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام رب يكون معكم كل أسبوع. حضراتكم طيبين وتعيشوا وتصلوا.